السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بعنوان كتابة نص معلوماتي. كتابة النص المعلوماتي هو نص نقدم فيه معلومات وحقائق عن موضوع ما، ونستخدم مصطلحات ومفردات متعلقة بالموضوع، ولا نعبر عن مشاعرنا وآرائنا. حقائق بمعنى معلومات صحيحة. لكي نكتب نص معلوماتي بطريقة صحيحة لابد أن نتبع الخطوات الآتية. خطوات كتابة النص المعلوماتي: أولا، حدد الموضوع الذي تريد الكتابة فيه. ثانيا، اجمع المعلومات من المصادر الموثوقة مثل شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أو كتاب من الكتب. بعد ذلك نستخدم مكونات النص المعلوماتي أو عناصر النص المعلوماتي مثل مثلا وثيقة حقوق الوطن. أول شيء المقدمة. المقدمة تتكون من 3 جمل. أول جملة مقدمة عامة، بعد ذلك ماهية الاتفاق، بعد ذلك مقدمة البنود. سنتناول كل منهم على حدة. مقدمة عامة، وهي جملة بنكتب فيها أسباب ودوافع جعلتنا نكتب ونتحدث في هذا الموضوع، مثل: يحتاج كل إنسان إلى وطن يحميه ويأويه، والوطن هو أغلى ما يملك الإنسان. وجود الوطن يجعل للإنسان هوية وعنوان مميز يستطيع من خلاله التحرك في مختلف بقاع الأرض بكل جراءة وثقة. بعد ذلك ماهية الاتفاق، وماهية الاتفاق بمثابة جملة ثابتة ممكن أن يتغير صياغتها ولكنها تؤدي إلى نفس المعنى. مثلا: وهذه وثيقة تبين واجبنا نحو الوطن، أو هذه وثيقة تحدد، أو هذه وثيقة توضح واجبنا نحو الوطن أو نحو الموضوع أو الوثيقة اللي أنا بتكلم عنها. وهذا عرض لبعض البنود المهمة. مقدمة البنود ومقدمة البنود بمثابة أيضا جملة ثابتة ممكن أن يتغير صياغتها ولكنها تؤدي إلى نفس المعنى، مثل: وهذا عرض لبعض البنود المهمة، أو إليك بنود تلك الوثيقة مثلا. بعد ذلك الفقر أو البنود أو بنود الوثيقة، مثل: فالوطن غال علينا حيث على أرضه تربينا وتحت سمائه نشأنا وتغذينا من خيراته وشربنا من مائه وأخذنا كل الحقوق التي تنظم حياة الأفراد الذين يعيشون على سطحه وعلى كل مواطن يملك وطنا المحافظة عليه سرا وعلانية قولا وفعلا وعلى ممتلكاته العامة من التخريب والدمار. ومن واجب المواطن أيضا التعلم والتدرب من أجل العمل على تطوير الوطن وزيادة قوته العلمية حتى يصل إلى المراتب العليا في العلم. عظيم. بعد ذلك الخاتمة، والخاتمة تتكون من جزئين. أول جزء ملخص ما تم قراءته ودعوة عامة. ملخص ما تم قراءته يعتبر ملخص للفكرة العامة أو الفكرة الرئيسة، مثل: هذه وثيقة، أساس لكل مصري حريص على العلاقة بينه وبين وطني. بعد ذلك الدعوة العامة، وهي بمثابة نصيحة للقارئ. مثلا: لذا علينا الاهتمام والالتزام، الاهتمام بها والالتزام بما فيها. ولابد من مراعاة تسلسل الفكر واستخدام الكلمات والتعبيرات الملائمة. الخط الجميل، مراعاة علامات الترقيم الفصلة والنقطتين الرأسيتان والفصلة المنقوطة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام. الآن سنقوم أحبائي بتطبيق ما فهمناه معا. اقرأ النص المعلوماتي أو الوثيقة التالية ثم استخرج. حقوق الحيوان وواجباتها. ارتبطت حياة الإنسان منذ زمن بعيد بالحيوان، وقد استخدم الإنسان الحيوانات كونها وسائل انتقال وتغذى على لحومها. وتحدد هذه الوثيقة أهم حقوق الحيوان ودور الحكومات للحد من الصيد الجائر، وإليك بعض بنود تلك الوثيقة. تلتزم الحكومات بسن قوانين تمنع الصيد الجائر، الصيد المستمر للحيوانات.
تتوسع الحكومات في إنشاء المحميات لحماية الحيوانات والطيور من الصيد والإنقراض. عند الاحتفاظ بحيوان يجب تقديم الرعاية الصحية له، تقديم الوجبات الغذائية له في الأوقات المحددة. وأرى أن هذه الوثيقة هي الأساس لتعامل كل شخص مع الحيوانات، لذا يجب الحرص عليها والالتزام بها. أريد استخراج ماهية الاتفاق. نعم، وتحدد هذه الوثيقة أهم حقوق الحيوان ودور الحكومات للحد من الصيد الجائر. نستخرج بند من البنود. نعم، تقديم الوجبات الغذائية في الأوقات المحددة. استخرج دعوة عامة بمثابة نصيحة، لذا يجب الحرص عليها والالتزام بها. بعد ذلك، ما عناصر النص المعلوماتي؟ عناصر النص المعلوماتي المقدمة والفكر أو البنود والخاتمة. اختر مما تتكون مقدمة النص المعلوماتي. مقدمة عامة أم ماهية الاتفاقية أم مقدمة البنود أم جميع ما سبق؟ نعم، جميع ما سبق، أحسنتم. تتكون خاتمة النص المعلوماتي من ملخص ما تم قراءته أم دعوة عامة أم جملة افتتاحية أم الأولى والثانية؟ نعم، الأولى والثانية. إلى هنا أحبائي قد وصلنا لنهاية درس اليوم، وإلى اللقاء في درس قادم.